استكمالا لموضوع السيد المشري ومحاولته الانقلاب على الدولة الليبية من خلال تفاهماته مع جيلة صالح. طبعا احنا في السابق سمعناكم المكالمات وكانت واضحة جدا أن السيد خالد المشري يسعى بكل قوة أن يكون رئيس وزراء. وأنا اليوم نقول لكم حاجة والله يعني للأمانة أشهد الله عليه أن السيد خالد المشري قالها انتخابات قبل 5 سنين ما تعبوش به. توا بعض الناس إن عم وأجمع القاسي والداني أن السيد خالد المشري لا يريد انتخابات. وأقرب الناس وهو مش مدرجها ومش نكون واضح، راه هو يملك من الشجاعة أن يقول الكلام هذا، مش نكون واضح على الواحد حتى ما هوش عاجبك لكن أعطيه حقه. تخيلوا أن خالد المشري يقول فيها بعظمة لسانه أن انتخابات قبل 5 سنين ما تعبوش بها، لأنه عارف روح خش انتخابات البرلمان جاب 11 صوت. انتخابات البرلمان هذه خشها في الزاوية جاب 11 صوت. ما شعبيته واضحة. انتخابات قلت لكم أنا وضحت لكم، انتخابات المؤتمر الوطني خشها عن طريق القائمة. تمام. ونجح على قائمة العدالة والبناء. ولو خشها فبدي والله ما خش. ما هي الزاوية نعرفوها ونعرفوا تقسيماتها. لكن نجح على قائمة العدالة والبناء. في البرلمان انزل أو أنا بمستقل جاب 11 صوت. مش عارف كم ممكن زايد ناقص مانيش فاهم. المهم ما حصل شيء. يقول لك أنا قال لي باش نعرفوا الجايات، قال لي يا عمي بالماشيات، الماشيات حصلت في 2014 11 صوت، معناه في 23 كم نحصل أنا؟ ما هناكش. والله لو كان يجيب منه رئيس حملة انتخابية، لو كان بيجيب رئيس حملة ترامب ما هو نجح. فكل الهيصة اللي مدايرها هذه فقط حتى يكسب مزيد من الوقت.